بخير بخير ماشي مزيان. قربك شويه الميكرو، قربك شويه الميكرو. بخير بدا بخير الحمد لله. كلشي مزيان. والله لا كيف اخي الامريكي اللي قال لي نمبر وان فور يو. يا شفت الابتسامه العريضه بدا، واه شفت البشاشه. الحمد لله نشكر الله سبحانه وتعالى على النعم اللي كيعطينا. الحمد لله فيها خير فيها خير. سي ناصر بغيتك تعاود لي القصه ديالك، يعني فين كبرتي؟ شحال عندك العام؟ فين قريتي؟ اولا قبل ما نحكي على السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، مشكور ان هذه القناه جميله شفتي بي على هذا ناصر مغربي متواضع مسجد 1968. انا عشت يتيم لا اب ولا ام ولا خال، عشت في خيريه من الصغر ديالي حتى تزوج كبرت خدمت درت واحد تكون على قد الحال في اناسي. كنت جوج بزوجة ديالي كانت ماتت الله يرحمها. علاش كنقول ديما هاد الكلمة؟ تنقول كنت يتيما في الصغر ويتمت في الكبر. عندما رحلت عني زوجتي الغالية بقيت يتيما، ها أنا أعيش في هذا والحمد لله على كل حال. وكل شيء فيها فعلا أسرة كانت والنعمة الزوجة. أنا قريت من تحضيري حتى الرابع ابتدائي، ما كملتش الله خرجت درت واحد الصناعة، درت هادشي ديال هادشي ديال الإلكترونيك إصلاح التلفازات. بقيت بشوية الحمد لله، كيف هادو كتابة بقاو عوينات مشاو الحمد لله، مشا كلشي مشا اللهم لك الحمد. رجعت شي وقت في الدراسة ديالك؟ الحمد لله أنا بقيت كيقول لك حياة المدرسة راه ما كيقول لك الإنسان الحي راه يقرا، قرا مدرسة حياة لا توحد حتى ترحلوا إلى دار البقاء. يعني حياة المدرسة مدرسة تعلمنا منها جميل حاجة ليا زوينة، حتى فيها إيجابيات وسلبيات، ولكن أنا كناخد ديما جميل حاجة اللي تكون سلبية. إيجابية تفيد تفيدنا في حياة في حياة المجتمع. الحمد لله درت جوليدات الحمد لله. ومالا عايشين معايا الحمد لله. عايشين معايا. ربي. الشعر دابا جيتي الموضوع مع الشعر قيصة. قلت بالله العظيم الشعر كنت راضي بداية ديالي كنت كندخل فيسبوك يعني تلتقيت اصدقاء ديالي منهم شعر كان يسيفتوا لي الدعوة كنحضر الشعر ولكن ملي لقيت راسي شيء هو سكنني وانا سكنته. ماشي غير المحب الشعر، انما عجبتك تمشي. لا حتى خديته حتى هو حتى كتمشي عنده وكنتسمع لقيت راسي هو لقيته هو اللي سكنني وتبلعت به الحمد لله. حتى لقيت راسي واحد النهار انا دابا مقبل على الديوان انا كنوجد فيه، وهاد الديوان شويه اللي كنديرو هو على حافه الموت. هو شويه الديوان مؤلم 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 بزاف كتبته. عشت تجارب قصة طويلة ولا تحد تنقولها راح ما حدك واقف على وجه الأرض راك تعيش ديما الأحداث تعيش ديما ما حتى توضع في القبر ديالك عاد يقولوا الله يرحم. يعني الأبناء ديالك باش كيشوفوك تكتب شعر شنو كيقولوا؟ عندي واحد الولد كبير هو تو مولوع بالشعر تو الحمد لله مولوع تو بالشعر تو تكتب بعد شاعر.
شو شغله ما بس عارف شكل عليك العمر العام العام مش عارف شكل مشاهد بعد 50 سنه شكله انا يعني تولت عندي نقول ربما 43 44 على شكل مشاهد عرفت راسي حاولت تكتب حاولت تسمع الناس ولا ديما كنت تخلي راسك نتن انا دابا ملي كنت نحضر لقاء حتى يقول لي الناس صرت تنوض تلقيتها تلقى القيمه والله العظيم ما كنكون حافظ حداك شي تيجي من عند الله حنا حتى هو سكنني وانا سكنته بغيت من القلب انا بغيت من القلب حتلقيت هو المتنفس الوحيد ديالي كان عاني يعني كان الفوح بالطريقه ديالي طريقه فنيه وهكذا يكون الشعر هو لا يتصنع ارجوكم من هذا المنبر الجميل فقول رساله للشعراء لا ارجوكم لا تتصنع ابوح من قلبي ابوح من قلبي يعني الشعر خاصو يكون شي حاجه اللي كتعيشها باش تعيش تكون واقعيه واقعيه الحدث تعيش حدث يعني هذا الشيء شنو مصدر الالهام ديالك انت وام الهام شنو نقول لك طويل طويل شنو قلت لك طويل طويل واخا اشكر في هذا المنظر هذا المنظر اسمي منبر الجميل شوف تي في غادي يلقى عليهم واحد القصيده قصيره سالوني من انا اجبتهم بتلقائي حقا انا ابن هذا الوطن ابن هذا المغرب بلدي العزيز سنبقى عزيز وعلى الابد ابن هذا الوطن لان اعطي كل شيء كل ما بوسع ولن اتصنع أحبك يا وطني أحبك يا المغرب أحبك يا ملكي أنت ملكي أحبك بجنون حتى أصبحت مجنونا بك شكرا سولوني عليك رانا في هذه اللحظة بغيت نكون بغيت تسكنني عليك إلا شتك سكنتني إلا شتيني ندوح نترجى ربي اجي مسح دموعي قبل ما ينشف عليك مدادي راه سكن عليك يا كذا كنا مسكون عليك شتي الكرام ما كيما معنا باللي كنا عشنا قصه مع سي ناصر اللي حكى لنا كيفاش كانت علاقته مع الشعر مازال انه كيوجد الديوان ديالو اللي كيولى حافه الموت ديوان اللي من التسميه ديالو يبين انه هز قصه حزينه وقصه اللي عاشها سي ناصر من واقف دازوا عليه يعني شفنا انه كبر يتيم توفات ليه الزوجه ديالو كذلك يعني عاش ديما بوحدو حنا كنتسناو من هاد السي ناصر ان شاء الله الديوان ديالو يكبر والناس اللي عندهم معارف ولا اللي عندهم بزاف الحوايج اللي يقدروا يساعدوا بها في اطار هاد الشعر الله يجزيكم بخير جيو هنا للمدينه راه ديما تيكون هنا هو جالس راه ديروا البلاصه ديالو حنا ساحه ماريشال تلقاوه جالس وتيكتب بشاد التليفون ديالو وتيكتب فالله يجزيكم بخير حنا بغينا هاد السيد يوصل بغينا يتسمع الصوت ديالو وتسمع الاسم ديالو علاش ما يكونش شاعر في المستقبل ان شاء الله مازال الطريق طويله فهاد الشيء مازال ان شاء الله يقدر يوصل حنا المشاهدين الكرام كنوصل لنهايه المتابعه ديالكم نلقاكم في فيديو اخر ان شاء الله مع موضوع اخر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.